إذن متواصلين مشاهدينا متابعي الكرام الاستعداد على قدم وساق على بركة الله وتوفيق. تمت الإعلان بالانطلاق الشوط الرابع، هذا الشوط يضم رقبة عن طريق الجعدان لسن الفطامين. نذكر بالمتابعة هذه من هذا الميدان، ميدان السمحة للسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط يسير وشوط يأتي بكل جديد ومفيد. تابع منذر على البداية، عتيج بن عبد الله بن عتيج بن كسلة الرميثي، ولكن نعود مباشرة إلى المسار الثاني. العودة جميلة بالمتابعة، نتعرف الإشعار. هناك أبو سالم سعيد بن سالم الذي قادم بكل المقبل، قادم بكل قوة للانطلاق الثاني، ولكن الدخول ما شاء الله الذي طرى وجرى. خلنا نتعرف إلى المسار الثالث، يحمل هذا الشعار المتميز للانطلاق، ومن ثم بنتراجع إن شاء الله إلى مركزنا الرابع. هناك الطفية قادم بانطلاق الجميل خليفة بن جمعة بن كسل الرميذي، هذه الأسماء المتميزة. ولكن رحلة هذا الشوط إلى وين تتجه؟ العودة إلى سكان الانتصار الأول. دير البال يا ضيف، يا مالك ضيف الذي على الصدارة. هناك المتابع على الانطلاق الأول يا أبو سالم، شد الحيل، ولكن وصل الطفو بالمتابعة خليفة بن جمعة بن كسل الذي غادر بالانتصار الجميل. أما المركز الثالث غدوم عن طريق شاهين مسلم بن حمد بن دري او بن دحروي العامري، قادم على المسار الثاني ما شاء الله ما يبنى للطاري، ولكن ارصد النشعار بالعوضي قادم بقوه. شاهين محمد بن عوضي المنهالي يتسلل يطوف النقطه الثانيه، هذا شعار تابعناه بالشوط الاول عن طريق الجعدان، سجل الابداع الاول وانفرد بالنقطه الثانيه على التوالي. يا سلام يا سلام، اسعد صباحا يا بن عوضي، سعد صباحا بهذا الانجاز الجميل، انفراد متميز ما شاء الله. سلام لهالي العاصمه ابو ظبي، سلام، تحيه تحيه محمد بن عوضي المنهالي، هو ما قاد النقطه الثانيه على التوالي، انفراد جميل ما شاء الله، ابتعاد عن جميع المشاركين، الاقتراب لخط النهايه، المرحب لهذا الشعار. تهانينا لمحمد بن عوضي المنهالي على فوز شاهين بالمركز الاول للنقطه الثانيه على التوالي. اما المركز الثاني اذا ما بين هناك بقياده محمد مهير بن محمد بن دري، وما بين الطف خليفه بن جمع بن كسلة الرميثي. المركز الرابع متابعي الكرام، نتعرف الى مركزنا الرابع، حيث ان هناك التحركات المتميزه والانطلاق الجميل. شكرا للجميع المتابعين.